لحد الآن قد فشل في كل المحاولات. مارك فيش وربما الهدف، نعم هدف تعادل، نزل مارك فيش فأتى الهدف من ماكارتي. حقيقة نقدر نقول ونستطيع ربما التذكير بأن الدور الذي يقوم به مارك فيش دفاعا يمكن أن يثمر في الهجوم إن قام بمبادرات كالتي شاهدناها، وقد وصلت الكرة إلى ماكارتي بعد تبادل ممتاز مع بارتلت، لكن انطلاقة الحملة كانت عن طريق مارك فيش ليكون تبادل ثنائي ما بين بارتلت وماكارتي، وأخيرا ماكارتي يستطيع تعديل النتيجة لتصبح هدف مقابل هدف في الدقيقة 7 من هذا الشوط الثاني، وبواسطة اللاعب الشاب ماكارتي في صفوف